60 عام بين بطون الكتب والروايات وتقليب صفحاتها، بدأت قصة عشق العم بشير نوري جركس من بسطة لبيع بعض الكتب بشوارع العاصمة دمشق وصولاً لمكتبته الخاصة المتضمن الآلاف. بلشت أنا بمهنة الكتاب كهواية بداية، اشتغلت بالصحافة عند مجلة الدنيا، كان عمري شي حوالي 16-17 سنة، كنت أخذ مجلات من عنده يعني حصتي يعني، وروح بدلها بكتب، صرت أعمل بسطة كتب مثل ما حسين بسيط بسطة كتب، صرت أدخر أنا من بسطة الكتب وعيش أعطي عائلتي يعني. الكتاب يبقى كتاب ولا يشكل ثروة مادية، هي حقيقة وصل إليها العم نوري من بداية عمله الاحترافي بجمع الكتب يلي تنوعت ما بين الديني والاجتماعي والطبي والتعليمي والروائي، وحاكت كل جيل على اختلاف ثقافته ومتطلبات عصره. لقيت الكتاب ما بيعطي ثروة، الكتاب بيضل كتاب، يعني أنا ببيع الكتاب أرباحه بشتري فيه كتاب آخر، إلى أن تتركها من الكتب إلى ما شاء الله، يعني ما بخلف لأولادي ورثة إلا كتب. هي بالنسبة للماديا، لأنه كتاب أرباحه بشتري فيه كتاب ثاني. أنا أخذ مثل دائما بقوله، صاحب الكتاب أو صاحب المكتبة بده مال قارون، صبر أيوب وعمر نوح. صار معنا صار الأجيال السابقة، كل جيل عم يتغير. الجيل مثلا من 20 سنة أو 30 سنة كان يقرأ الكتب المراجع الجامعية اللي هي مثلا تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، إسلامي عباسي، كتب مراجع يعني تهمه بالنسبة للجامعة، يعني كتب مراجع جامعية تقريبا اختارها. إيه هذا الجيل خلص، إجا جيل بعد منه صار يختار الكتاب بعناية. مخالفاً للغالبية من هواة المطالعة وخاصة بوجود التطور التقني والتكنولوجي، بيعتبر العم نوري أن القراءة ازدادت عن السابق من ناحية الانتشار والإعلان وخاصة فئة الشباب وبالأخص الفتيات. صار في جيل جديد عم يقرأ اللي كان ما يقرأ منهم، يعني ما كان يقرأ منه مع الجوال، عم يشوف بيطلع على مقدمة الكتاب بيقرأها تستهوي بديها ورقية، ولذلك الجيل الجديد كله متجه على القراءة، اللي كان ما كان يقرأ صار يقرأ، خاصة البنات والسيدات أكثر شيء بيقروا كتب، والشباب مفاضين يعني هالشغلات، البنات عندهم الجوال والكتاب واحد. سنين العمر بحلوة ومرة عاش العم نوري كبطل من أبطال الكتب والروايات، وشكل طوق النجاة والباحة الخلفية للاستراحة من ضغوط الحياة ومتاعبها.